مزيد حول الموضوع اليمني ينضم إلينا من اسطنبول عبر الهاتف الدكتور نبيل البكيري الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أهلا بكم دكتور نبيل إلى استوديو الرافدين. يعني على بعد أمتار قريبا فجرت طائرة مسيرة فوق منصة كان يوجد بها أبرز قادة الجيش اليمني في قاعدة العنادة الجوية، هجوم يعني من الممكن أنه قد يحمل دلالات كبيرة جدا. كيف تقرأ هذا الهجوم والرسائل التي أرادت ميليشيا الحوثي توجيهها لقوات الشرعية في اليمن؟ لا شك أنه هجوم نوعي وعملية نوعية جدا وخطيرة، استهدفت رأس الجيش الوطني ممثلة بنخبة قياداته العليا، ممثلة بقيادة الأركان، قيادة المنطقة الرابعة، قيادة محور العنب وأجهزة الاستخبارات العسكرية. كانت عملية خطيرة أو هدف خطير جدا بالنسبة لي جماعة الحوثي. هذه الدلالة هي دلالة واضحة على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام مع هذه الجماعة على الإطلاق، وأن ما يجري أو ما يتم الحديث عنه بخصوص وقف إطلاق النار في الحديدة واستتباب الأمن هناك، هذا باعتقادي هو نوع من العبث الأممي الذي يسعى في تكريس مزيد من الأزمات في المنطقة العربية، ويسعى إلى طيفنة الصراع وتحويل هذه البلدان إلى مرتع وحديقة خلفية للميليشيات الطائفية والأقليات الصغيرة. نعم. وبالتالي هذا الهجوم اليوم هو تأكيد على أن الحديث عن السلام مع هذه الجماعة هو خيانة لليمن، خيانة لدماء اليمنيين والشهداء، وخيانة للدستور والقانون اليمني الذي يرفض مثل هذه التشكيلات الميليشيوية وهذه الأعمال التمردية التي تتمرد على الدستور والقانون وأسقطها الدولة اليمنية. يعني عمليات تمردية تقوم بها ميليشيا الحوثي، ولكن للأسف استطاعت الوصول إلى قادة في الجيش اليمني أثناء استعراض عسكري. يعني لو تحدثنا عن الجانب الأمني، استعراض عسكري كبير مثل هذا الاستعراض، الاحتياطات الأمنية موجودة، رغم هذا الأمر طائرة بدائية تتمكن من اختراق منطقة بعيدة فيها أبرز قيادات الجيش اليمني. إلى أي حد من الممكن أن يخلط هذا الهجوم الأوراق في المرحلة المقبلة؟ طبعا المسألة ليست بهذا البعد فيما يتعلق بالعملية واللوجست الذي صاحب هذه العملية. طبعا قاعدة العنب تعتبر من أهم القواعد كانت على مستوى المنطقة العربية كلها، بناها الاتحاد السوفيتي وهي قاعدة محصنة جدا جدا، و طبعا يتواجد فيها الأمريكان منذ 10 سنوات وعززوا حضورهم فيها الآن بشكل كبير. لديهم غرفة مراقبات ما يسمى بمكافحة الإرهاب، ولديهم هناك غرفة عمليات أيضا. الإمارات متواجدة في هذه القاعدة ولديها الكثير من الأجهزة والمراقبة. يعني هناك تساؤل بريء جدا، أين كل هذه الأجهزة وأين كل التكنولوجيا الأمريكية؟ هنا النقطة، يعني أنت تقول عن وجود هذه القاعدة وهذه يعني التحصينات الأمنية، وجود جنود أمريكيين قريبين من هذه القاعدة، ولكن يعني نعود إلى نقطة السؤال، كيف يمكن لطائرة بدائية من اختراق هذه الأجواء؟ هل هناك تسهيلات ربما لدخول هذه الطائرة وعملية من الممكن إرسال رسالة بأننا نستطيع الوصول إلى قيادات في أي وقت؟ طبعا أنا أطرح افتراض وأسئلة، وعلى الحكومة الشرعية وعلى التحالف العربي أن يجيب عن هذه الافتراضات وعن هذه التساؤلات، لأنه بالأخير هم أمام ثغرات كبيرة يجب أن نسأل أو نطرح الأسئلة حولها. غير ذلك أنا باعتقادي في الأمر نوع من الاختراق للجيش الوطني أو اختراق أيضا أو حتى تسهل وتواطؤ من قبل الأمريكان والإماراتيين في هذه القاعدة. نعم، تخلي الحكومة اليمنية عن حل عسكري ارتضاءها بميليشيا الحوثي طرف مفاوض معترف به من قبل الدول، كيف أثر ذلك على الأوضاع على الأرض؟ هل تتوقع رد مماثل على هذا الهجوم؟ نعم، أعيد السؤال. تخلي الحكومة اليمنية عن الحل العسكري مع ميليشيا الحوثي كطرف مفاوض لها بمعترفين من دولها، كيف أثر هذا الأمر على الأوضاع في اليمن على الأرض؟ هل من المتوقع أن نشهد رد مماثل على الهجوم الذي حصل اليوم؟
طبعا ليس هناك تخلي عن العمل العسكري، لا احد يتخلى عن العمل العسكري قبل الشرعيه. الكارثه واقعه في ان الامم المتحده تواطأت فيما يتعلق بفرض السلام مجتزأ وملغوم في منطقه الحديده. هذا كل ما في الامر. الى اي مدى يمكن ان يكون هذا الهجوم هو مقدمه لاعلان نهايه اتفاق السويد؟ لا شك السويد ولد ميتا، لكن المجتمع الدولي وجريفيث تحديدا مصر على ان يحيي هذا الميت. نعم، الامور في قابل الايام الى اين تسير برايك دكتور نبيل؟ بعتقد كل المؤشرات تؤشر على ان الامور تمشي باتجاه فشل اتفاق السويد وفشل كل الاتفاقات، لانه ليست اول اتفاق، هذا ان لم يكن يعني واحد من عشرات الاتفاقات طوال السنوات التي تم الغائها او القفز فوقها و ما إلى ذلك. الدكتور نبيل البكير الكاتب السياسي لمن كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.